أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على أهمية الجهود الاستباقية في تحديث وتطوير البنية التحتية، خاصة ميناء الحمراء البترولي، لتعزيز قدرته الاستيعابية وتحسين قدراته البحرية. وأشار وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إلى دعم القيادة السياسية والحكومة للدراسات الاستباقية التي تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للبنية التحتية، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة. بنشتغل دلوقتي على قدم وساق بحيث ان احنا بنوسع التسهيلات البحرية علشان خاطر نستوعب كميات اكبر من الزيت الخام، وكذلك ايضا بننوع هذا الميناء المتخصص كان فقط بيتعامل ويتداول مع زيت الخام ليصبح انه اصلا ايضا يتعامل مع المنتجات البترولية من سولار وبنزين سواء في الاستيراد او التصدير. في نفس الوقت بيتواكب ذلك مع المنطقة الجنوبية، وده يعني نقصد جنوب الطريق، وفي منطقة بنشتغل عليها علشان نعمل تسهيلات لعمليات شحن وتداول المنتج. فالحمد لله احنا ماشيين على رؤية مصر 2030، استراتيجية قطاع البترول لجعل مصر مركز إقليمي تداول الطاقة، وفي نفس الوقت احنا على ارض الواقع بالفعل بدعم كامل من القياده السياسيه نستطيع ان احنا نجري وننفذ هذه المشروعات باذن الله، حتى يكون ليه انعكاسات ايجابيه على اقتصادنا القومي.